اللي صاير كان عندنا برنامج اسمه الحق معي قدمه ابراهيم معيدي، فجبنا قصيده اللهم صل على محمد رسيد اللي هي عشب قسم سجد قد مرنه ثرفه تسل، اللي هي سهله دي. ايه فقلنا اللي لحنا يبي يفوز معنا، يلحن هذه. حلو. فيجون طبعا هذا برنامج وين؟ خارجي. ايه خارجي. فبدا هذا نروح لما الاول عشب قسم لحنه، بعضهم ما يقدر يقراه لان هي عش محطوطه الضمه والكسره. لين جونا كل يوم اثنين ابراهيم بالبدايه يمكن سوينا 15 مره مع الناس، هذا ما جاوب ذا ما جاوب هذا ما عجز اقرا. جو اثنين المهم قالوا احنا نلحنه، قلنا يلا ابراهيم يا محس انه ما هم ما حد قادر ما حد بيجيبه. قال اللي لحنه له 50,000. ها تخلع 10,000 شيء. طيب والله يا جماعه مثل هالمجلس دار مدار على ينظرون من بياخذ 50,000 وانا اللي ابلش. ويجون اثنين، جاء واحد قال اسمع لحنه على اللحن هذا، يقول كذا خويه، يقول الثاني يقول تيرم تم تيرم تم تيرم تم تيرم، قال الثاني عيش بقسم سجد قد ثر. المهم وانا اللي ابلش، طبعا انا ماسك البرنامج. فنظره الناس انه جاء ابراهيم يعني شوي عرق، وحنا مخذينا انه لازم لحن حلو. جاء ابراهيم هي من عندي عند المخرج، ويغز علي وما غز علي انا. تخيلوا يا جماعه وجيه كله رايحه فجاه كله وجيه قلت هنا التفتت رمي خمسة. انا قلت يبغى له لحن افضل من هذا. قال دقيقه اسمع اللحن هذا حق النشيد الوطني حق دوله مدري وش تيرارم تيرا مدري وش، وانا اللي يبلش. المهم يوم ذاك قال والله يا جماعه انهم مشوا كلهم المصورين، من كان معنا كنت معناه مشوا كلهم انا وهذولا. اسمعني ما ادري ايش قلت يا انا اقيم على الافضل، انتم ما وصلتوا لمرحله الافضل. ما وصلت كثير. اي الذائقه حقتي ما وصلتوها. ذائقه الخمسة. جاء قال لي اسمعني دام الشباب ما راحوا يعني لك 20,000 30,000 لنا. قلت يا حلال وردتونا انتم. اي والله قلت لا والله عطى رقم جوالك، اخذت رقم جوالك قلت بتواصل معك اشوفك على خير. واروح لابراهيم قلت والله يا تطري مبلغ ولا تطري شيء. المشكله كان طيب ليه ما رجعت عليه؟ قال والله انت اللي قلت. انا مدير. لا قد انت هاوش، انا مدير برنامج خلاص. يوم طلعت بغيت يا حبيبي تهاوش هذه ب 50,000 ما هي 500 ريال. ايه جاهز عشان نسحب اسحب عن طريق ليش ثاني. ايوه شرب ذا الحين كان يسمع دندنه هنا بس بندر قال اسكتوا لا